السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله معنا فيديو جديد زي ما عودناكم من قناتكم التعليمية أبو دنيا إلكترونيك. معنا الشاشة دي شاشة أوبن سكاي 32 بوصة، الموديل اللي معايا ده LCD، فيها مشكلة في الإضاءة. طبعا المشكلة المعروفة إن هي لمض الفلور فيها محترجة أو تلفة، فطبعا في الحالة دي أنا مش متوفر جديد لمض فلور إن أنا أغيرها، فهنا لازم نشوف حل بديل. فالحل البديل معانا ان شاء الله النهارده ان احنا هنركب ليدات عاديه زي الليدات اللي معايا دي، وان شاء الله باذن الله مش هنحتاج برضو ان احنا نركب درايفر اضاءه معايا، هركب الليدات فقط لغير على وضع الشاشه وعلى بورد الشاشه زي ما هي. وده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله، فتابعوا معانا الفيديو. طبعا انا اشتغلت في الشاشه وانا شغال، قلت اشارك الفيديو مع حضراتكم عشان تستفيدوا. فهنا انا فك الشاشه زي ما واضح قدام حضراتكم كده، ده الظهر بتاعها، مجهزها معايا علشان ما اخدش وقت في الفيديو وما يطولش معايا في التوصيلات والتحويلات وكده. فهنا حضراتكم زي ما واضح قدام حضراتكم عندي بوردتين، بوردة الباور وادي عندي الكنترول. فهنا المشكلة عندي انا هنا كانت في لمض الفرور اللي موجودة داخلية اللي بتنور معايا الحوض. طبعا فك الشاشة برضو، فك الحوض بتاع الشاشة زي ما واضح قدام حضراتكم كده. فالموضوع مش صعب، الموضوع سهل، ان انا هرفع لمض الفلور القديمه وهركب ليدات زي كده وهجيب لها درايفر ليد. لكن النهارده ان شاء الله موضوع الفيديو مختلف، احنا هنركب الليدات دي، لكن هنركب مش هنركب درايفر ليد، هنستخدم جهد من الجهود اللي موجوده عندي في الشاشه هنشغل بيها الليدات اللي موجوده عندي دي. فهنا حضراتكم عندي ده خارج الباور، عندي ده سوكت وعندي السوكت التاني اهو، ده خارج الباور معايا. طبعا هنا عندي سكوتين موجودين هنا، وعندي سكوت تاني ده خروجات الباور معايا. فاحنا هنا طبعا هتلاقي دايما خمسة، هتلاقي 12 فولت وهتلاقي 5 فولت موجودة عندك. فلو جينا كده على خارج السكوت الاولاني هنا، شوف الفولتات اللي موجودة عندي هنا كام. انا طبعا عايز جهد يعدي ال 20 فولت عشان يشغل معايا الليدات. عندي هنا اهو ده 12 فولت، 5 فولت، 12 فولت، 5 فولت، ده اللي موجود معايا هنا 5 فولت 12 فولت. لو جينا هنا تاني كده عند السكوتين التانيين، عندي في سكوت تاني هنا اهو، السكوت اللي موجود عندي ده عليها 24 فولت، هو ده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله، ومن خلاله هنشغل معانا الليدات. طب تمام، طب هنا انا هحتاج ليدات كام فولت عشان تشتغل معايا؟ هنا هحتاج ليدات يعني سحبها ما يزيدش عن ال 24 فولت اللي هو موجود عندي هنا على السكوت ده. فبالتالي لازم اختار مساطر الليدات معايا تشتغل على 24 فولت. فانا هنا جهزت معايا مسطرة اهي، المسطرة دي 8 ليدات، الليد 3 فولت، لو حسبناهم 8 ليدات، الليد 3 فولت، 3 في 8 ب 24 فولت. فهي دي المسطرة اللي هتشتغل معايا ان شاء الله، 8 فولت 8 ليدات، الليد 3 فولت، مجموعهم كلهم هيوصل معايا 24 فولت. لو جينا كده على التستر، نفحص المسطرة دي معايا كده على التستر هنا، نشوفها سحبة معايا كام فولت علشان اعرف السحب عندي يبقى مظبوط ولا لا. زي ما واضح قدام حضراتكم عندي المسطرة سحبة معايا حوالي 21 فولت او 22 فولت. فولت معايا، دي كويسة جدا انها تشتغل معايا. طب تمام، انا حضراتكم انا وصلت الليدات وجهزت التوصيلة بتاعتي، وصلتهم طبعا التلات مساطر هتوصلوا توازي، لان انا مش هينفع اوصل توالي هنا لان مجموع الفولت عندي كله 24. فانا لو وصلت التلات مساطر توالي على التوالي هحتاج يعني ال 24 دي هكررها تلات مرات، هحتاج حوالي 3 في 24 يعني حاجة و70 فولت، حوالي 72 فولت او 73 فولت في الحدود دي. فهنا حضراتكم محتاج 72 فولت، فطبعا هنا انا عندي 24 فولت وعايز اشغل التلات مساطر، فبالتالي التلات مساطر هوصلهم توازي، يعني التلات مساطر هيتوصلوا معايا توازي في السكوت اللي عندي ده، على خارج السكوت اللي موجود معايا ده هوصل التلات مساطر على خارج السكوت، خارج واحد والسكوت معايا هنا اهو،
اركبه. ادي الاسلاك بتاعتي موصل 3 مسات التوازي، ادي دول سلكين وادي دول سلكين وادي دول سلكين، دول اسلاك طبعا طالعين كلهم من السوكت من هنا على السالب والموجب اهو، سالب وموجب، وهوصلهم الناحيه التانيه زي ما تشوفوا حضراتكم دلوقتي، ونجرب مع حضراتكم نشوف الشاشه هتشتغل معايا ولا ايه اللي هيحصل معايا. هنا دي الاسلاك معايا زائد وناقص زائد وناقص زائد وناقص، طبعا كلهم خارجين من خارج واحد يعني من على زائد وناقص واحد اللي هو ال 24 فولت، فكل الاسلاك ده تدينا 24 فولت تمام. فهنا ده هيوصل بيه مسطره وده هيوصل بيه مسطره وده هيوصل بيه مسطره، وهنجرب مع حضراتكم. هوصل المساطر ونرجع لكم عشان وقت الفيديو. هنا حضراتكم في حاجه قبل ما نثبت المساطر، علشان انا يعني اخطات دلوقتي ونسيت وثبت المساطر على ورق الخلفيه، مع ان الحوض عندي هنا صاج اهو او معدن زي ما واضح قدام حضراتكم، فانا ثبت المساطر على طول بالوضع اللي انتم شايفينه ده، انا ثبت المسطره دي. فهنا ده يعني خطا مش، فلازم نصححه ازاي بقى. هنا انا المفروض هثبت المساطر على المعدن، طالما عندي معدن يبقى اثبتها على المعدن هنا افضل، علشان يمتص سخونه للمسطره. فبالتالي انا هنا يعني لما ثبتت الاول ثبتهم خطا، فبعد الخطا مع حضراتكم اهو علشان برضو الناس تستفيد، يعني احنا مش عيب ان احنا نغلط او نخطا، المهم ان احنا نستفيد من خطانا ونعرف يعني ايه الصح ونعمله دايما. فهنا حضراتكم هبدا بكتر كده والمسطره مكانها كده، انا ثبتها اهو، وهبدا اخد مكان المسطره بالوضع زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو، ده كده علشان ما ارفعش الورقه كلها من مكانها، لان في هنا سندات للبانل اهو، فمش عايز ارفعها عشان دي بتبقى قديمه وبتتكسر معايا. فهنا كده بالشكل ده كده، وهبدا افرغ مكان المسطره واطلع المسطره. طبعا المسطره انا هتطلع دبل فيس لازق زي دبل فيس من ال 3 ام اللي معايا ده اهو، فهنا طلعت بالورقه بتاعتها اهو. هنا طبعا انا هلزق تاني، هحط دبل فيس على المسطره تاني، هحاول اشيل البواقي دي واحط دبل فيس، وهبدا الزقها تاني بقى هنا مكان في المعدن على طول هنا، علشان المسطره تبرد معايا كويس وما تتحرقش معايا بسرعه، لان زي ما احنا متفقين وعارفين ان الظهر المعدن او الالومنيا او الصاج افضل من الظهر البلاستيك، علشان بيساعد على تشتيت الحراره ويبرد المساطر معايا ويساعد ان الليدات ما تلفش بسرعه. فهنا هفرغ حضراتكم وهركب الدبل فيس وارجع لحضراتكم عشان ما اطولش وقت الفيديو. هنا للاسف الورق ده صعب انه يتشال لان الدبل فيس لزق فيه، فمش مشكله لو بقيت حاجه عادي مفيش مشكله، اهم حاجه ان المسطره تبقى ثابته في الحوض كويس. هبدا اشد دبل فيس تاني على نفس الشريط، هبدا ارجعه تاني زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. كده المسطره عندي لزقت في الحوض مباشره في المعدن، وبالتالي هتبرد معايا بسهوله. المسطره اللي بعديها نفس الوضع كده، برضه اخد لها دبل فيس بدل دبل فيس اللي هو، طبعا حاولت برضه انضف المسطره دي، نفس الوضع. الورق ده مش طالع معايا، ما طلعش معايا ورق خفيف جدا فبيتكسر، ففي صعوبة ان انا اشيله من مكانه، يعني بحاول اطلعه بيتكسر معايا ما بيطلعش. هبدأ اشد دبل فيس تاني، المسطرة التانية برضو نفس الوضع كده اهو. المسطرة التالتة جاهزة معايا اهي، كده كله تمام عندك، سيبت في الحوض تمام.
المسطره التبريد بتاعها بقى كويس معايا، افضل من ان انا هركبه فوق ورق الخلفيه ده بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده. هبدا اوصل ثلاث مساطر اضاءه ونشوف مع حضراتكم ونجرب. وصلت اتنين، وصلت واحده ايه. اروح كده زر الباور معايا الشاشه على وضع اللمبه الحمراء اهي، اضغط على زر الباور ضغطه زي ما واضح قدام حضراتكم كده. ثلاث مساطر اضاءه معايا والحوض بالشكل اللي انتم شايفينه ده، والتوصيلات زي ما واضح قدام حضراتكم الثلاثه توازي وليس توالي. لو توالي طبعا حضراتكم اكيد عارفين التوالي وشرحناه قبل كده. التوالي بتبقى المسطره دي زائد دي مع دي زائد مسطره مع ناقص مسطره، وزائد مسطره مع ناقص مسطره، وفي الاخر الزائد والناقص باخده على السكوت العمومي بتاعي. انما هنا احنا كله طالع على طول زائد وناقص من البورد على طول، واصلين معاه مباشره لكل فرده لكل مسطره طالع لها زائد وناقص من البورده من ال 12 فولت، واصلين معايا هنا مباشره. فالثلاثه موجب زي بعضيهم والثلاثه سالب متصلين مع بعضيهم. فزي ما واضح قدام حضراتكم كده احنا وصلنا ثلاث مساطر وحوض اضاءه معايا اهو بشكل سليم. ابتدي اشد ليز ابيض كده علشان يخلي الورق ده مريح شويه هنا، انا شرطين كده ولا حاجه. اطفي الشاشة عشان يظهر معايا. وبكده اكون خلصنا حضراتكم الحوض معايا واضاء معايا كويس وشغال معايا مع ضغطة زر الباور زي ما شفت حضراتكم كده. نضغط على الباور اشتغل معايا الشاشة اضاءة تمام مفيش مشكلة. هنا هنقفل الشاشة ونشوف صورة مع حضراتكم، تابعوا معانا. ودي النتيجة النهائية حضراتكم بعد تقفيل الشاشة. زي ما واضح كده الصورة كويسة لحد ما تمام مفيهاش مشكلة، حتى البوع مفيش بوع كتير، لأن بعض الأحيان الشاشات ال LCD الحوض بيبقى قريب من الليدات فبيعمل معاك مشاكل في الشاشة بتظهر بوع عندك، لكن هنا مش ظهر أي بوع ولا أي شيء، والإضاءة كويسة جدا مفيهاش أي مشكلة والشاشة اشتغلت بشكل طبيعي. وزي ما شفت حضراتكم دي طريقة التعديل. وهنا إن شاء الله يكون انتهى الفيديو مع حضراتكم النهاردة. يا ريت لو أنت أول مرة تشاهدنا تشترك معنا في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونرجو من المتابعين انك انت تضغط لايك وتعليق طيب من حضرتك علشان الفيديو يقدر غيره يشوفه. وان شاء الله بإذن الله انتظرونا في فيديو جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.